ما نحطش معلقه مبلوله، ما نحطش معلقه مستخدمينها في حاجه، ما نحطش معلقه اكون مثلا بتبل حاجه وعايزه افتح البطرمان بتاع دبس الرمان عشان اخد منه، اروح واخده المعلقه اللي انا بستخدمها اروح احطها في البطرمان واقول يا نهار ابيض ده انا نسيت. مفيش الكلام ده، يبقى انت كده بوظتيه وهيترمي وهيحمض معاكي. عندي لتر عصير رمان فريش، هتعملي ايه يا ست؟ كلها هتجيب الرمان هتبداي تفصصيه بطريقتك العاديه خالص، هتبداي تستفيه بشويه ميه وتصفيه وتحطيه في الخلاط، حبه ميه صغيرين قد كده مش عايزين نكتر، وتبداي حضرتك تضربيه في الخلاط وبعد كده تصفيه عشان البذر بتاعه. بعد ما بنصفيه بيطلع بالشكل ده اهو، شايفه المنظر بتاعه عامل ازاي؟ ده عصير رمان متفصص على الايد ومضروب في الخلاط. طيب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ مقاديره على الشاشه، لتر عصير رمان فريش، ربع كوبايه عصير ليمون، وربع كوبايه من السكر. ادي المكونات بتاعتنا. هنجيب حله علشان هيغلي معانا ومش هينفع ان انا اعمله في طاسه، فلازم يكون حاجه غويطه علشان لما يبدا ان هو يغلي ما يبداش ان هو يفور على البوتاجاز. يبقى انا هعمل كده، احط معاه السكر، بسم الله، بالشكل ده كده، واروح مدوبه السكر بتاعنا مع عصير الرمان واسيبه على النار. طول ما هو بيغلي طول ما هو هيطلع لك رغاوي او ريم، الريم اللي على الوش ده لازم يتشال اول باول. بنسيبه يغلي على النار، دوبنا معاه مع اللتر كميه السكر بتاعته، يفضل ان هو يغلي ويطلع ريم، هيغلي ويطلع ريم، هيغلي ويطلع ريم، هيبقى يتكثف ويبدا يقل ويبدا يتقل معاكي. طيب مجرد ما يبدا ان هو يوصل للنص، الكميه بتاعته دي توصل للنص، اروح نازله بعصير الليمون، اروح نازله بعصير الليمون. عايزه اقول لكم على حاجه، انا الصبح بالنسبه لي دبس الرمان اللي انا عملناه دوت وشفناه بالشكل ده كده، انا بالنسبه لي كان ممكن اخده في سندوتشات، حسيت ان هو عامل زي المربى. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا يا حمدي. طيب نونا، هو ده يدي اكنه مربى، ليه مش زي دبس الرمان اللي احنا بنجيبه من بره؟ اللي بره بيبقى فيه مواد حافظه ومحطوط فيه حاجات بتخليه ان هو يوصل للشكل والقوام اللي حضرتك بتشوفيه، لكن ده دبس رمان على اصوله صافي، ما فيهوش اي مواد كيماويه او ما فيهوش اي مواد حافظه داخله من بره تغير الشكل وتغير اللون وتغير التطعيمه، انت واخداه كده صافي، تبداي ان انت تستخدميه في اي وصفه حضرتك عايزاها. فاهو على النار هسيبه يغلي، كل الريم ما يطلع تبدا تشيليه علشان ما يبقاش موجود فيه ويحمضه، يوصل للنص انزل بالليمون، هيبقى واسيبه يغلي تاني لحد ما هتلاقي اللون بتاعه اتغير وهتلاقي اللون بتاعه اغماء بالشكل ده كده وهيطلع معاكي زي الفل. تعالى قبل ما نطلع فاصل يا حمدي نفتح كده على، بسم الله، بصوا بصي يا حمدي، اما بعمل كده واعمل كده وتلم يبقى هو كده لسه ما استواش، لازم الخط يبقى ثابت، يعني لما اعمل كده وادام لمت كده يبقى لسه ما استواش، ابدا ان انا اغطيه واسيبه تاني، لازم الخط اللي في النص ده يفضل موجود. مجرد ما الخط اللي في النص ده يفضل موجود، الجنبين ما يلموش على بعض كده، ابدا في المرحله ديت انزل بالعسل النحل. فكده هنسيبه شويه كمان، بنشيل الريم كده، وعايزه اقول لكم ان الكميه وصلت للنص. بص كمان كده يا حمدي، بص اللون، بص يا حمدي اللون، اللون اغماء عن الاول خالص، اللون اغماء عن الاول خالص. في اللحظه دي اعمل ايه؟ اروح ماسكه عصير الليمون منزلاه واسيبه على النار. بص كده، بص ده لسه لما اتحط كده لسه على النار شويه كمان واحنا مهديين عليه،
وهتشوف شكله عامل دبس الرمان، حطينا عليه الليمون ونسيبه شويه وبرده تشيلوا الريم من عليه.